السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. ضجت صفحات الفيسبوك في الساعة الأخيرة بالحديث عن الطباخة الجزائرية الشهيرة في الجزائر والعالم العربي أم وليد، ونشرت عشرة صفحات ناشطة على الفيسبوك صورة لامرأة طباخة قيل أنها هي نفسها أم وليد ظهرت بوجهها بعد حوالي 10 سنوات من الغموض. وللإشارة فإن الطباخة أم وليد اشتهرت بوصفاتها السهلة والاقتصادية وانضمت إلى منصة اليوتيوب سنة 2015، ومنذ ذلك الوقت وهي تصنع محتواها البسيط بدون أن تظهر بوجهها، واستطاعت أن تستقطب 13 مليون مشترك وحوالي 3 ملايير مشاهدة أغلبهم جزائريين ومن الوطن العربي، وحتى الجالية العربية والجزائرية في الخارج يتابعون هذه الطباخة يوميا ويجربون وصفاتها الناجحة.